السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكر منظمي هذا اللقاء الذي يكرم رجلا عظيما من رجالات المغرب المعاصر. سعيد بهذه المشاركة، ولكني حزين في نفس الوقت، حيث أنه في ظرف وجيد فقدت صديقين كبيرين من العاملين بصدق وصبر من أجل الديمقراطية ومن أجل وحدة اليسار، إبراهيم ياسين ومحمد بن سعيد أيتي الدر. أخواتي إخواني، سوف يتم الحديث عن بن سعيد الرجل الوطني المقاوم ضد الاستعمار، ليس في المغرب فقط بل في المغرب العربي وفي فلسطين. بن سعيد الذي ظل متشبتا بالوحدة الترابية حتى فوق التراب الجزائري الذي كان يستضيفه ويجد فيه المنفعة. وسيتم الحديث عن بن سعيد المناضل من أجل الديمقراطية والعامل من أجل وحدة اليسار بصدق واستمرار. هنا سأتحدث عن بن سعيد الإنسان الذي كنت أقدره عن بعد، وسنحت لي الفرصة لأن أعبر له عن تضامني معه ومع منظمة العمل الديمقراطي الشعبي في محن تعرضت لها. أولاً، عندما قررت المنظمة مقاطعة الاستفتاء على دستور 1996 تعرضت لاضطهاد كبير أدى إلى شق وحدتها وإلى حرمانها من جريدتها أنوال. فكتبت مقالاً آنذاك في جريدة الاتحاد الاشتراكي وفي جريدة كانت تنشر في الشمال لعلها الأنوار التي كان يديرها من الشمال الصحفي محمد الخمسي. كان عنوان المقال لا لاضطهاد منظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وقد التقيت في فرصة بسي محمد بن سعيد فشكرني بحرارة. ثانيا، قدر لي وأنا من داخل الاتحاد الاشتراكي أن أندد في تقرير حقوقي طويل بما حصل من تعسف على معتقل المنظمة وبعض معتقل الاتحاد الاشتراكي في سيدي بطاش عندما نجح الرفيق أعقاو العائد من تزممارت في الانتخابات البلدية بتاريخ 13 يونيو 1997، فهرب القائد بالصندوق وقامت ثورة محلية قوبلت بقمع شديد وباعتقالات ومحاكمات. وبعد تحقيق طويل في محاكمة 19 مناضلاً وصدور الأحكام ابتدائياً واستنافياً، نشرت تحقيقاً مطولاً تحت عنوان لماذا يعتبر سجناء أحداث سيدي بطاش معتقلي رأي أو سجناء ضمير. وقد نشر المقال في البداية في الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 23 غشت، وسرعان ما أشارت إليه ثم نشرته جريدة المنظمة لسان حال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي آنذاك، وكان مديرها السيد محمد فقيه محمد بن سعيد أيدي الدر. ففي يوم الجمعة 29 غشت 97 وفي صدر العدد وصفني، وأنا أعتز بذلك، بأنني الصديق المخلص، ولخص هذا التقرير الحقوقي قبل أن ينشره كاملا على صفحتين في الأحد والاثنين المواليين، الأحد 31 غشت والاثنين 1 سبتمبر. كانت المناسبة الثالثة للقائي مباشرة مع سي محمد بن سعيد أيتي الدر في بيته، عندما اتصل بي صديق الأستاذ عبد الله الحمودي، وكنا متألمين جدا للأحكام القاسية التي صدرت في حق معتقل الريف. فاقترح علي أن نسعى لإقناع رجلين من العيار الثقيل لبدل مساع لدى الملك محمد السادس لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه. لم أكن أعرف منزل المناضل بن سعيد، فاتصلت بالرفيقة نبيلة منيب التي رافقتنا إلى منزله، حيث استقبلنا ببشاشته وتواضعه ودعانا إلى كأس شاي وقدمنا لعائلته. وعندما أخبرته بالمهمة أجاب بصراحته المعهودة: ليست لدي نفس المكانة التي لسي عبد الرحمن لدى الملك، ولكني مستعد لمرافقته في هذه المهمة إن هو قبل. في الرابعة بعد الزوال انتقلنا إلى منزل أستاذ عبد الرحمن اليوسفي. عندما أخبرناه بالمهمة وقلنا له بأن السي محمد بن سعيد هو مستعد لمرافقتك،
كان اليوسفي يبدو متعبا جدا، ففاجأنا بالقول إنني متعب ولم تبق لي إلا 3 أيام لأموت. كان ذلك سنة 2018. ثم أضاف: أنتم فيكم البركة. فوجئنا بهذا الرد. قلنا له: نحن ليس لنا لا تاريخك ولا مكانتك لدى الملك. كنت أفهم السي عبد الرحمن جيدا وعلمت أنه لم يتراجع، فلم نطيل الحديث وودعناه متأسفا. ختاما أقول: لعل من الدروس التي يمكن استخلاصها من سيرة هذا الرجل العظيم صدقه في النضال ونبذه للعنف وعمله الذي لا يكل ولا يمل من أجل الديمقراطية وتواضعه الجم وتفاؤله رغم كل الصعوبات، لذلك وجد فيه شباب 20 فبراير محتضنا ونصرا. ولا زلت أتذكر كيف طوقت قوات الأمن المدججة مقر المنظمة في شارع أكادير في سنة 2011. لقد اعترف له الوطن والمواطنون بمصداقيته إذ انتخب برلمانيا سنة 1984 ونجح 4 مرات، فأمضى 23 سنة من الحياة البرلمانية. وعندما انتقل إلى رحمة الله راضيا مرضيا، جمعت جنازته جماهير المواطنين وكثيرا من المناضلين وعددا من موفد الدولة اعترافا بوطنيته وصدقه. واليوم ونحن نعيش بألم عميق حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أذكر أنه ناصر بقوة القضية الفلسطينية وأقام علاقة متينة مع رموزها الكبار من ياسر عرفات إلى نايف حوتمة وإلى جورج حبش. فإلى روحه الزكية ألف سلام. شكرا لكم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.